السلام عليكم ورحمة الله. أبشركم يا جماعة، نزل الجلندر الجديد اللي تتحكم فيه في نفس اليد، يعني نفس المكان تتحكم فيه، مثل دلير، نفس الدلير. يعني هذا الأولي صعب، يعني تتحكم فيه. هذا الأولي في نوعين تتحكم فيه، من هنا هذا السويتش لما تترك يدك الثانية وتمسك يدك الثانية والسكرة، وهذا نفس الشيء اللي السويتش هذا هنا، هذا هو صعب، يعني لازم تستخدم يدين. يعني هذا أمان 100%، أمان 100% بالنسبة للسويتش، يعني هو ما في شيء اسمه أمان، أنا أقصد يعني بالنسبة للسويتش، هذا السويتش التحكم 100%، لأن هذا يد واحدة تتحكم في يد واحدة هالطريقة نفس الدلير. تتحكم فيه نفس الدلير، أي وقت تتركها تترك فيه ثواني، يعني نفس حركة الدلير. اليد اللي منها يد واحدة. أما هذا يعني صعب، أحيانا أنت ضروري تبغي السكرة في لحظات، نشرح أكثر. يعني هذا الحين أنا أبغي أسكره، الحين شغال، هو الحين شغال، ابغى سكره لازم استخدم اليد الثانيه. يعني انا اترك من هنا، اترك هذا المكان واي امسك هنا عشان اسكره، يعني امسك هنا يعني هذا الجديد، هذا يوفر الوقت ويكون امان اضمن، يعني على طول من تترك يدك تترك الاصابع يعني هو يسكر يغلق. هذا نفس الطريقة، يعني انت حين شغال مثلا وتترك يدك على اساس ان السكرة، وبعدين هذا شوي صعب، يعني هذا المفتاح دائما صعب، كل الجلندرات شوي صعب، يعني ما يسكر بسهولة، مسوي سيفتي على اساس انه لما يهتز يكون ما يعني اوتوماتيكيا يسكر ويتبند، هو صح يعني اساس انه ما يسكر، لكن صعب اساس الاهتزاز، يعني لو كان رخي عند الاهتزاز بيسكر على طول او بيفتح. فهذا الصراحه سيفتي 100% امان، نفس اللي تستخدمه. طبعا هاي القاعده موجوده، انا ما ركبته، هذه موجوده القاعده، انا استخدم حق الاماكن الصعبه، بس احيانا ما تستخدم هذا اليد القبضه الثاني. وشكرا.